أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد بعت لأحدهم بضاعة بـ35 ريالا فلم يعطني المبلغ حاضرا، فقلت إذن يكون سعر البضاعة بـ40 ريالا إذا كان السداد بعد 3 أيام، فهل هذه الصورة صحيحة؟ لا، ما دام أنك شريتها ما يجوز أنك تزود ثمنها عقب البيع، ما يجوز هذا. ما دام تم العقد فلا يجوز أنك تزود ثمنها بعد البيع، لأنه قال لك ما عندي شيء الحين واصبر علي، تقول بزود عليك، هذا ربا الجاهلية، هذا هو ربا الجاهلية. نعم.